في ظل الغيابات والأزمة المالية، يبحث أمل الأربعاء عن نقاط النجاة من الهبوط عندما يستقبل اتحاد العاصمة الذي لم يفقد الأمل في احتلال المرتبة الثانية. المباراة في بدايتها شهدت تنافسا قويا، وأول محاولة كانت بواسطة بلقاسمي الذي ضيع وجها لوجه أمام الحارس سيفور. أمل الأربعاء رد بالمثل عن طريق الطيب بعد تلقيه كرة طوالة، ثم تومي يتوغل على الجهة اليسرى ويضيع هدفا محققا. بعد هجمة سريعة للأمل، الكرة تصل بن بولعيد يروض الكرة وتسديدته بين أحضان الحارس. أي تالي يوزع ناحية تومي الذي خطف الكرة من المدافعين ويفتتح باب التسجيل في الدقيقة 45. المرحلة الثانية تراجع فيها أداء أمل الأربعاء، الأمر الذي استغله اتحاد العاصمة ليحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة زوارية. بالعيد يحولها إلى هدف التعادل في الدقيقة 66. فرحة الزوار دامت دقيقة فقط بعد نيل أصحاب الأرض ركلة جزاء إثر عرقلة طوالة. تومي انبرى لها بنجاح مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 69. لتنتهي المواجهة بفوز مهم لأمل الأربعاء، سيعبد له الطريق نحو ضامن البقاء في حظيرة الكبار.